انا حبايبي اهو بصوا معايا، عملت زي ما اتفقنا دورين بصدفة اللي هي بالعمودين بس، واربع ادوار بالصدفة اللي هي اربع عواميد ما بينهم سلسلتين، تمام. وارتفعت خلاص سلسلتين، المفروض بقى ان انا هدخل في الصدفة. عشان اعمل صدفة هعملها ازاي؟ هدخل في الفراغ واعمل، هعمل ايه؟ عمود وعمود كمان وسلسلتين وادخل، اكني بعمل الصدفة العادية بتاعتنا اهو. عملت عمودين سلسلتين عمودين، هعمل سلسلتين تاني بعدين في نفس المكان عمودين كمان. يبقى انا كبرت الصدفة بتاعتي، بقت كام عمود؟ بقى ده عبارة عن ستة اعمدة، كل عمودين ما بينهم ايه؟ ما بينهم سلسلتين، تمام. واروح نفس النظام، ارتفع سلسلتين واسيب من هنا ها، واحد اتنين تلاتة، ادخل في تالت سلسلة واعمل منزلقة، بعدين واحد اتنين تلاتة. انا حبايبي ارتفعت سلسلتين اهو، وقلبت الشغل عشان اعمل صدفة جديدة. الصدفة الجديدة تبقى عبارة عن ايه؟ انا عندي هنا فراغين صح؟ هدخل في الفراغ الاولاني واعمل صدفة من عمودين، عشان اسفع الصوت، سلسلتين عمودين، تمام. ادي اول فراغ عملت فوقيه صدفة عادية من اللي احنا بنعملها، عمودين سلسلتين عمودين، هرتفع سلسلتين كمان والف لفة على الابرة، واروح للفراغ التاني اعمل فوقيه صدفة تانية اهو، واحد اتنين سوري، نعمل سلسلتين عمودين كمان في نفس المكان. انا حبايبي ارتفعت سلسلتين، ومعانا زي ما اتفقنا عملنا هنا ايه؟ صدفتين. طيب السطر ده زي ما اتفقنا هلف لفة على الابرة ونيجي على اول صدفة، وهنعمل فوقيها صدفة من عمودين سلسلتين عمودين في نفس المكان، تمام. وناخد سلسلتين بعدهم، وهنيجي على المكان اللي في النص ده ونعمل فيه صدفة من عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود، وناخد سلسلتين ونروح على الصدفة التالتة ونعمل صدفة فوقيها زيها بالظبط من عمودين ها سلسلتين عمودين، تمام. وناخد بعدها سلسلتين ونشوف هنا واحد اتنين، وندخل في تالت غرزة ونعمل منزلقة، وبعدين تلات سلاسل ونعد واحد اتنين تلاتة، وندخل نعمل برضو منزلقة، بعدين سلسلتين، ونلف الشغل كده، ونروح بقى للصدفات اللي احنا كونناها. هنعمل فيها ايه؟ في اول صدفة هنعمل عمود، التاني سلسلتين عمود التاني، وناخد سلسلتين وندخل هنا في الصدفة اللي في النص نعمل عليها برضو عمودين سلسلتين عمودين، وناخد سلسلتين ونروح للصدفة التالتة ونعمل عمودين سلسلتين عمودين، ونكررها تاني تلات مرات، تمام. هنكررها كم مرة؟ تلات. احنا كده عملناها، هنعملها مرة دلوقتي اهو، اعملها معاكم بالمرة. هدخل في الفراغ في الصدفة اللي في النص واعمل صدفة من عمودين سلسلتين عمودين، تمام. اخد سلسلتين كمان واروح للصدفة التالتة واعمل صدفة فوقيها من عمودين اهو، سلسلتين عمودين تاني في نفس المكان، وبعدهم سلسلتين، واجي هنا واحد اتنين تلاتة اسبكهم ومنزلقة. بصوا الشكل، الشكل ده تمام. السطر الاخير ده هنعمله كمان تلات مرات، عشان بس انا مش عايزة اطول عليكم وقت الفيديو، تمام. هعمل السطر ده تلات مرات وارجع لكم.
انا حبيبي عملت الصدفات بس الاسطر بتاعتي زي ما اتفقنا، وشبكت هنا وارتفعت اللهم صل على النبي 3 سلاسل. هرتفع سلسلتين كمان بقى والف الشغل عشان اعمل سطر جديد. هاجي فوق اول صدفة واعمل صدفة عادية من عمودين سلسلتين عمودين في نفس المكان، تمام. اخد سلسلتين، هروح بقى ايه على الصدفة اللي في النص وهعمل في قلبها 7 اعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 واخد سلسلتين واروح على الصدفة التالتة واعمل صدفة عادية من عمودين سلسلتين عمودين، اخد سلسلتين واروح اشبكهم واسيب 1 2 وادخل في التالتة واعمل منزلقة، تمام. طيب انا كده خلاص هاخد سلسلة وهقص الشغل وهقول لكم ليه دلوقتي. بس قبل ما اقص الشغل، انت عدد السلاسل اللي عندك غير اللي عندي، فالمهم يعني انا عايزة اخر سطر نعمله يكون اللي هما 7 اعمدة دوت. طب لو زيادة هتزودي السطر الاخير ده بدل ما هو اللي قبل الاخير ده اللي هو 3 صدفات، بدل 4 اعمليه 5 اعمليه 6. انا حبيبي وصلت للسطر اللي عملت فيه 7 اعمدة وقصيت الخيط، تمام. لان السطر الجاي هيبقى مرتبط بالصدفات اللي على الجنب، فانا عملت الناحية دي وهعمل معاكم الناحية دي عشان اعرفكم بتعمل ازاي. وبعد ما نخلصهم هنبدأ نعمل السطر الجديد ونكمل الشغل. طيب هنيجي هنا كده اهو في اخر عمود، هندخل ونسحب الخيط اهو ونرتفع 1 2 3 4 5 6، تمام. اربط بس الخيط مع بعضه عشان ما الطرفين دول، تمام. ارتفعت 6 سلاسل صح، احط ايدي على السلسلة الستة وارتفع 3 كمان اعتبرهم عمود والف لفة واروح على السلسلة اللي انا حط ايدي عليها اللي هي الرابعة دي، سوري، 1 2 3 السلسلة الرابعة هدخل اعمل عمود بقى، عندي عمودين صح، هلف لفة على الابرة واسيب 1 2 سوري اخد سلسلتين بعد العمودين دول والف لفة على الابرة واروح اسيب من تحت سلسلتين، 1 تانية ادخل فيها اعمل صدفة اهو، صدفة مكونة من ايه، من عمودين في نفس السلسلة يا جماعة، عمودين سلسلتين عمودين في نفس المكان، واخد بعدها سلسلتين كمان، ما عملتش عمود التاني اهو، يبقى احنا ارتفعنا 3 سلاسل غير الستة واعتبرناهم عمود، وجينا في السلسلة الرابعة عملنا عمود كمان، بعدين سلسلتين وسيبنا سلسلة ودخلنا في التانية عملنا صدفة، وبعدين ناخد سلسلتين ونروح هنا كده ونعمل اللي كنا بنعمله، ادي 1 ادي 2 وندخل في التالتة ونعمل منزلقة ونرتفع 1 2 3 ونعد 1 2 3 ندخل في التالت غرزة ونعمل برضو منزلقة، بعدين 1 2 ونلف الشغل كده ونيجي على الصدفة على طول
ندخل في الفراغ بتاعها ونعمل ايه صدفة فوقيها من عمودين سلسلتين عمودين تاني في نفس المكان. تمام اهو، ناخد سلسلتين بعدها ونلف لفة ونيجي على العمودين اللي احنا في الاخر هنا، نيجي فوق العمود الاولاني ونعمل عمود، العمود التاني عبارة عن سلاسل ارتفاع فاكرين، بدخل في ثالث سلسلة وعمل عمود كمان. يا رب تكون وضحت. ماشي، هبقى معانا دلوقتي هنرتفع بقى ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، ونلف كده الشغل. سلاسل الارتفاع دي فوق سلاسل الارتفاع، هلف لفة وفوق العمود التاني ده اعمل عمود، بعدين سلسلتين واروح على الصدفة اعمل فوقيها صدفة، واحد اتنين سلسلتين عمودين كمان، واحد اتنين، واخد سلسلتين كمان واروح على السطر ده هنا كده، ها واحد اتنين، وادخل في تالت غرزة واعمل منزلقة، بعدين ارتفع واحد اتنين تلاتة، ها واسيب غرزتين وادخل في التالتة واعمل منزلقة، بعدين سلسلتين واروح لف الشغل كده واروح على الصدفة اعمل فوقيها صدفة، واخد سلسلتين واروح على العمودين اعمل فيهم عمودين، بعدين ارتفع ثلاث سلاسل تاني واعمل عمودين سلسلتين وصدفة، واكرر هفضل ماشية كده ها لحد ما اوصل للغرزة اللي قبل اهو اللي قبل الصدفة، السلسلتين بتوع الصدفة دي. بصوا هنا انا اخر واحدة عاملاها اهو، سبت ايه واحد اتنين تلات سلاسل والصدفة. تمام اخلص وارجع لكم. انا حبيبي خلصت اخر صدفة معايا في الجنب زي ما تعودنا، وعملت سلسلتين وعديت اهو واحد اتنين، وجيت في الفار في الصدفة اللي في نص البرا كده وادخل اعمل منزلقة. تمام، وراح مرتفع واحد اتنين، ثواني كده بصوا اهي اخر اخر صدفة، وبعدين سلسلتين رحنا بمنزلقة اهو، وبعدين هنلف لفة على الابرة ونروح للصدفة دي نعمل فوقيها صدفة اهو، واحد عمود سوري اتنين سلسلتين عمودين تاني في نفس المكان، سلسلتين، ونعمل ايه بقى هنلف لفة ونيجي على السبع اعمدة، ندخل في اول عمود نعمل عمود سلسلة، ونروح للعمود اللي بعده عمود سلسلة، كل عمود هندخل فيه ونعمل عمود سلسلة، عندنا سبع أعمدة عمود سلسلة، اللي بعده عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة. تمام بالشكل ده كده سلسلتين، ونروح نعمل صدفة فوق الصدفة اهو، بالشكل ده كده سلسلتين، ونروح نعمل ايه لما نيجي نشبك هنا ما نعملش سلاسل اهو، احنا جايين نشبكها فين في الصدفة اللي في نص البرو، ندخل ونعمل ها منزلقة، بعدين سلسلتين، ونروح نعمل ايه نروح نعمل صدفة فوق الصدفة دي اهو،
واحد اتنين سلسلتين عمودين كمان سلسلتين ونيجي على العمودين دول ما ننسهمش فوق كل عمود عمود زي ما كنا بنعمل واحنا بنعمل الحرف. العمود التاني بتخش في سلاسل الارتفاع ماشي تمام. يا رب يكون الجزء ده كده واضح. احنا هنبدأ بقى نكون ايه الأناناسة معانا خلاص. طيب زي ما اتفقنا هنبدأ بقى سطر جديد. واحد اتنين تلاتة ونلف الشغل ونعمل ها عمود جنب العمود اهو بعدين سلسلتين نلف لفة ونيجي على الصدفة دي ونعمل فوقيها صدفة. واحد اتنين سلسلتين عمودين كمان اهو بالشكل ده سلسلتين نروح على الصدفة اهي الصدفة دي ونعمل ايه صدفة فيها سلسلتين عمودين بالشكل ده كده. ثواني بس اتاكد ان هنا اخدت سلاسل ولا لا. ايوه زي ما احنا تمام. خلاص يبقى انا عملت هنا الصدفة بتاعتي وخدت سلسلتين وعملت الصدفة ديت. اخد بقى ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة ولف لفة واجي بقى هنا بصوا الفراغ ده ادخل فيه واعمل حشو سوري عشان لفيت لفة اعمل حشو ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة اللي بعده اللي هما بتوع السبع أعمدة حشو واحد اثنين ثلاثة اللي بعده حشو واحد اثنين ثلاثة اللي بعدها حشو واحد اثنين ثلاثة اهو اللي بعدها حشو واحد اثنين ثلاثة اخر واحدة معانا حشو واحد اتنين تلاتة واروح لف لف على الابره واروح على الصدفه دي اعمل عليها صدفه من عمودين سلسلتين عمودين واخد سلسلتين والف لفه واروح على طول مباشره للصدفه دي اعمل عليها صدفه اهو زي ما احنا تعودنا سلسلتين واروح على عمودين اعمل فوقيهم. طبعا اول عمود غرزته واضحة بدخل تحتها واعمل عمود. التانية دي سلاسل ارتفاع بدخل في تالت سلسلة واسحب واعمل عمود وارجع ارتفع تاني ثلاث سلاسل واعمل عمود جنب العمود سلسلتين اعمل الصدفة ها سلسلتين واعمل الصدفة اللي هنا وارجع لكم هعمل الحته دي وارجع لكم ورجعت لكم. انا عملت الجزئيه دي بس عملت عمودين بعدين سلسلتين بعدين صدفه وبعدين عمودين بعدين عملت الصدفه اللي هنا بعدين هاخد ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة واروح على ها فوق غرزه فوق المكان الفراغ اللي عملوا لي غرزه الحشو واخد ثلاث سلاسل وادخل تاني اعمل في السلاسل حشو بعدين ثلاث سلاسل بعدين اخد تاني حشو وثلاث سلاسل
حشو. الجزء ده عبارة عن ايه؟ حشو، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل، واروح اعمل الصدفة اللي هنا. تمام، اخد سلسلتين واروح اعمل الصدفة اللي هنا اللي الاخيرة، اخر صدفة معانا. سلسلتين واعمل العمودين الاخر. بالشكل ده تمام، هرتفع تاني واعمل عمودين الصدفة وهرجع لكم، لان هنا في ايه تغيير شوية. انا حبيبي عملت الصدفة اللي هي هنا تمام، عملت العمودين وبعدين سلسلتين الصدفة. هنا بقى مش هاخد سلاسل، وما هعمل ليها لف لفة على طول واروح للصدفة دي واعمل صدفة من غير سلاسل خالص. تمام، واخد 3 سلاسل واروح على غرز الحشو، كل سلسلة سلاسل ادخل اعمل فيها حشو، وثلاث سلاسل حشو، 3 سلاسل في كل السلاسل اللي عندي هنا، هعمل حشو 3 سلاسل. اخر 3 سلاسل هلف لفة على الابرة والحلول ايه للصدفة دي، اعمل فيها صدفة من عمودين سلسلتين عمودين. وما تنسوش هنروح مباشرة بعد الصدفة دي، مش هنرتفع سلسلتين وروح للصدفة الاخيرة ونعمل فيها صدفة من عمودين سلسلتين عمودين. ناخد سلسلتين وندخل نعمل اخر عمودين معانا زي ما اتعودنا، والعمود التاني بنعمله في سلاسل ايه، تالت سلسلة في سلاسل ارتفاع. نبص معانا كده بدأت الأناناسة معانا بتظهر اهو. تمام، انا حبيبي عملت عمودين سلسلتين الصدفة، دخلت على الصدفة دي من غير سلاسل ماشي، هرتفع 3 سلاسل واروح هنا على السلاسل بتاعت الحشو دي واعمل زي ما اتفقنا، حشو 3 سلاسل حشو 3 سلاسل بالشكل ده. خلاص 3 سلاسل اخر فراغ معانا، هروح نعمل صدفة فوق الصدفة. انا بس عايزة اوريكم ان الجزء دوت هو تكرار، انا هسيبكم تكملوه وارجع لكم بس في اخر ايه سطر فيها. هاخد سلسلتين واروح على الصدفة الاخيرة اعملها اهو، واعمل العمودين سلسلتين الاول واعمل العمودين الاخرى بالشكل ده كده. العمود الاخير بيبقى زي ما اتفقنا، بيبقى في سلاسل ارتفاع، تالت سلسلة حاولوا تخشوا فيها اهو. هرجع ارتفع تاني 3 سلاسل واعمل عمود جنبهم سلسلتين صدفة، الصدفة التانية على طول مباشرة من غير سلاسل، بعدين 3 سلاسل وادخل اعمل هنا حشو 3 سلاسل حشو 3 سلاسل، واعمل 3 سلاسل وادخل في الصدفة اعمل صدفة واللي وراها مباشرة من غير سلاسل، بعدين اخد سلسلتين واعمل العمودين. هفضل اعمل كده لحد ما يبقى معايا فراغ واحد هخلصهم وارجع لكم.
انا حبايبي عملت عمودين سلسلتين الصدفة، دخلت على الصدفة التانية على طول من غير سلاسل، وبعدين ارتفعت 3 سلاسل. هلا عندي فراغ واحد بس، هدخل اعمل فيه حشو وثلاث سلاسل والف لفة، واروح على الصدفة اعمل فوقيها صدفة اهو الشكل ده كده، سلسلتين، واروح على الصدفة اللي بعدها، واللي احنا قلنا ايه، قلنا من غير سلاسل ارتفاع، اروح على طول على الصدفة التانية من غير سلاسل واعمل فيها صدفة. بعدين سلسلتين، واروح اعمل اخر عمودين، العمود التاني في سلاسل الارتفاع، وارتفع تاني 3 سلاسل، والف الشغل واعمل عمود جنب العمود، بعدين سلسلتين، بعدين اعمل الصدفة. من عمودين سلسلتين عمودين، بروح مباشرة على الصدفة اللي بعدها اعمل فيها صدفة برضو من عمودين سلسلتين عمودين. كنا بناخد 3 سلاسل ونروح هنا، لا مش هناخد 3 سلاسل، هناخد بس سلسلة ونروح نعمل ايه، صدفة فوق الصدفة اهو. من عمودين سلسلتين عمودين، مش هناخد برضو سلاسل، هروح الصدفة دي مباشرة وناخد صدفة من عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين في الآخر، وبروح نعمل العمودين فوق آخر عمودين زي ما اتفقنا بالشكل ده كده. بصوا بصوا الأناناسة بدأت ايه تظهر معانا. احنا بعد السطر ده اهو، بعد السطر دوت لما اخدنا ايه، قلنا ناخد هنا ايه سلسلة واحدة، فين هنعمل كمان سطر او سطرين كمان وهنوقف الشغل، تمام؟ يبقى هنعمل سطرين كمان وخلاص كده، وهنقطع نص الخيط ونرجع نشوف هنكمله ازاي. احنا كده انا انتهيت لهنا، زي ما قلت لكم عملت بعد الفراغ دوت اهو 3 سطور. هنبدأ نعمل بقى الجزء اللي من تحت اللي هو زي القمر كده، خليجي العدلة، هنيجي من اول هنا كده، فاكرين العمودين اللي بيبقوا جنب بعض هنا، هندخل في اول عمود، ثواني ندخل بس كويس، ونبدأ نسحب الخيط بسم الله الرحمن الرحيم اهو، هنسحب الخيط ونرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 ماشي، نعتبرهم عمود. نعمل عمود تاني في نفس المكان، عشان المكان ده كان بيبقى فيه عمودين زي ما اتفقنا اهو، ماشي. نحاول ناخد خيط البداية ده نشتغل عليه واحنا ماشيين،
طيب هتيجي الصدفة دي هنعمل في قلبها كده عمود، والفراغ ده نعمل تحتيه كده عمودين. احنا شغالين من تحت يا جماعة عشان متلخبطوش اهو. وهنا بصوا دول السطور بتاعت العمود بلفة. بصوا هندخل تحت كل عمود كده ونعمل عمودين بلفة، يعني السطر ده كله من تحت هيبقى عبارة عن عمود بلفة. هنيجي هنا بس واجي اقول لكم هنعمل ايه. يعني همشي كده زي ما انتوا شايفين سطور اهو عمود بلفة تحت اهو. بصوا بدخل اعمل اتنين اهو، اللي بعدها عمودين. اوريكم الشكل اهو ماشي تمام. هخلص انا الجزء ده كده لحد في النص هنا وارجع لكم. انا حبيبي خلصت السطر كده بصوا عواميد زي ما انتوا شايفين، جيت بس في الحتة ديت ودخلت في الصدفة عملت عمود سلسلة عمود وكملت عادي عواميد لاخر السطر. السطر الجاي هو اخر شغل معانا، هنرتفع ثلاث سلاسل ونلف الشغل معانا كده. هنسيب واحد اتنين وفي تالت غرزة هندخل نعمل صدفة من كام؟ من تلاتة عمود تلات أعمدة مع بعض، سلسلتين تلاتة عمود تاني. السطر ده لو عايزة تكرريه تاني مفيش مشكلة، حسب الطول اللي انت حباه. خلاص واروح لفة لفة هسيبه تمام. وبعد ما عملت من ناحيتين القطعة بالشكل ده جبت بقى الجزء المعدني اللي موجود في أي برام وخيطته بحيث ان هي تقفل معايا في الآخر بالشكل ده كده، تدخليها كده وتقفل. حابة تعمليها زي ما انا عملت كده وصلت لك الفكرة. وبرده من فوق هنا برده الموديل الأصلي معمول بسلاسل بس وتربوطيه على الرقبة. انا لا عملت السلاسل وقفلتها بمنزلقة هنا في الجزء اللي انا عملته في الظهر عشان يبقى زي الحمالات تمام. انا هنا معاكم هعملها زي ما ايه، هعمل سطر كمان من الصدفة وبعدين اجي من على الجنب وافضل ارتفع بسلاسل بس على الخيط على مجوز، لان الخيط بتاعي رفيع. لو خيطك سميك شوية يبقى هي سلاسل واحدة بس. انا هجوز الخيط واعمل سلاسل من هنا لحد ما يقفل على الظهر، ومن الجنب التاني برضو هنا اهو سلاسل، وهاجي من عند الرقبة واعمل برضو سلاسل من هنا وسلاسل من هنا تمام. يا رب يكون في الفيديو فاتكم. ما تنسونيش في لايك، ولو ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس.